نسمع بالمدرسة الماتريدية وتدور بخلدنا تساؤلات: من هؤلاء؟ وهل يمثلون أهل السنة؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات نقول: يمثل الماتريدية أحد جناحي أهل السنة والجماعة، وهو مذهب عقدي له أصوله ومناهجه، ينتسب إلى الإمام أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي، الملقب بإمام الهدى وعلم الهدى، وقد ولد رحمه الله في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، وتوفي سنة 33 و300 من الهجرة. وأصل نسبة الإمام الماتريدي إلى بلدته ماتريد الواقعة في بلاد ما وراء النهر كما عرفت قديما، وهي الآن تمثل جمهوريات كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان، وتتبع بلدة ماتريد تحديدا مدينة سمرقند إحدى حواضر دولة أوزبكستان. ويشاء الله تعالى أن يعيش الإمامان الأشعري والماتريدي في زمن واحد، ففي الوقت الذي يظهر فيه الإمام أبو الحسن الأشعري في بغداد ناصرا عقيدة أهل السنة، يظهر الإمام أبو منصور الماتريدي ليقوم بنفس الدور الرائد في بلاد ما وراء النهر. وهكذا كان كل من الإمامين في مكان مختلف، ولم يكن ثمة لقاء بين الإمامين إلا أن تلاقيا فكريا جمع بينهما، فكان كل منهما رائدا في تقرير عقيدة السلف الصالح. واستمرت جهود الإمامين في عصر واحد وفق هدف واحد تمثل في إثبات العقائد الصحيحة والدفاع عنها والرد على المخالفين. وقد كان الإمام الماتريدي عالما موسوعيا يشهد بذلك ما تركه من تراث فكري نادر في شتى العلوم، ومن أشهر مؤلفاته كتاب التوحيد الذي ألفه في علم الكلام، وكتاب تأويلات أهل السنة الذي ألفه في التفسير. ويقف المتتبع لتلك المدرسة على مر عصورها على جهابذة من العلماء كان لهم الأثر الكبير في الفكر الكلامي لأهل السنة والجماعة. ومن أشهر أعلام المدرسة الماتريدية الإمام أبو اليسر البزدوي صاحب كتاب أصول الدين، والإمام أبو المعين النسفي صاحب المصنفات المتنوعة في علم الكلام، تبصرة الأدلة في أصول الدين، بحر الكلام، التمهيد لقواعد التوحيد، والإمام أبو حفص نجم الدين النسفي صاحب العقائد النسفية، والإمام نور الدين الصابوني صاحب كتاب الكفاية في الهداية في أصول الدين، والإمام شمس الدين السمرقندي صاحب كتاب الصحائف الإلهية، والإمام أبو البركات النسفي صاحب كتاب شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى بالاعتماد في الاعتقاد، والإمام الكمال بن الهمام صاحب كتاب المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. وإذا لم يكن الزمان قد سعد بلقاء يجمع الإمامين الأشعري والماتريدي، فقد سعد وازدان بلقاءات بين أتباع المدرستين خاصة المتأخرين منهم. فها هي المصادر تسطر بأحرف من نور ما كان بين الإمامين الرازي ونور الدين الصابوني من مناقشات مثمرة ومناظرات باهرة. وقد يبقى تساؤل لدى البعض: هل ثمة اختلاف جوهري حقيقي بين المدرستين؟ والجواب أنه لا خلاف بينهما في أصول العقائد، وإنما ينحصر الخلاف في بعض المسائل العقدية في الفروع، فلم يمنع اتفاقهم في المنهج والهدف وقوع بعض الاختلافات الفرعية بينهم، لكنها اختلافات لا توجب تفسيقا ولا تستلزم تبديعا، فلكل من المدرستين أدلته التي يستند إليها. ولقد كتب الله تعالى للمذهب الماتريدي البقاء إلى جانب المذهب الأشعري، فهو بفضل الله عز وجل منتشر في العديد من البلدان والجمهوريات الإسلامية، منها أوزبكستان وكازاخستان والهند وباكستان وغيرها من البلاد، على امتداد نور الإسلام الذي لا يغيب.